عاقبوهم تيم فاكس بشكل سريع بشكل اسطوري. تيم فاكس رجع كفه بشكل خرافي. اعتقد ان خيار انهم يستخدمون التي بي بهذا الشكل ما كان افضل خيار، ممكن اختيار الريبر هو اللي صدمهم. بس لما تلعب كلوز قدام ريبر انت كانك تعطيه الافضليه بنسبه كبيره، ف حسيت ان افضل فريق توسي يلعبون من بعيد بشكل اكبر بحيث انه ما يستفيدون من ريبر، ولكن بنشوف ايش راح يصير، كيف انهم راح يسوون ريتيك للبوينت. بالذات عندنا الوول من عند يوبي، الوول راح يفرق المس 5000 فريق فارد جدا اسطوري يا برين. الوول نزل، الوول نزل حاليا او التي بي نزل عفوا على البوينت على طول. فريق فالكونز ما قدر يتاقلم مع هذا الموضوع، لكن الوول حاليا من يوبي. خلينا نشوف الضغط تيرفنت بالالتيمت جا فيها هامبين، هامبين لو تبي هامبين ولا تبي، لكن تشي رد عليه بلس ايضا رد عليه الفايت. رايح لمين يا صالح؟ رايح لمين؟ تيرفنت تيرفنت بكاية جدا اسطوريه، قاعد يثبت للكل اني انا موجود، انا الكوين الافضل يا هامبين. ما تقدر تسوي لي ميرور، ما تقدر. تيمت قاعد يلعب ضد ابطال عالم، يلعب ضد ناس فازوا بكاس العالم من تيم فالكونز، يلعب ضد ناس فازوا باوفر واتش ليج من تيم فالكونز، لكن قاعد يثبت انه قد هذا المكان. تيمت عليه ضغط كبير جدا، توسد عنده ثلاث التيات الى التيين، لكن تيم فالكونز عندهم المي التيمت والريبر والتيمت كوين. فايت صعب، فايت مهم، فايت القادم اتوقع يحسم بالنسبه لي البوينت الثاني هذه. بنشوف كيف راح يتصرفون فريق تويستد مايند مع الت مي، كيف راح انه نزل باتنلت، نزل باتنلت من كورت، واعتقد ان التايم حق بيرفكت يا كورت مو قادر يعيش كورت، مو عارف انه في ريفر عنده بكين جدا اسطوريه من بروبر. خلاص الا اذا تيفنت عنده كلمه ثانيه، تيفنت حتى قبل لا يموت لازم يجيب فيها بيك. حتى التريد بيك اللي قاعد يسويه ترى معطيهم افضليه حاليا، ما راح يقدرون يلعبون كلوز يا برين، التي بي على طول، هذا شيء ترى فادهم بشكل كبير. ثاني حتى على بروبر ما راح يكون في كلوز هورد، لكن بالتمت واحد ترى تيم فالكونز يقدر يفوز الفايتس. فالكونز استعمل الالتمت صح، ريبر الت كان بالباكتور خرافي، كوارت ممكن شويه تاخر بالتمت باستيان عقبوه على طول تيم فالكونز. تيم فالكونز تغلط قدامهم على طول تقبل، لكن خلينا نشوف فيجنتي كيف يستعمل فيها الكتوني الرش. ممكن الكتوني الرش ما هي الافضل، لا والله الافضل استعمل على الجهه اليسرى. المي الت موجود، كوارت برا الفايت، كوارت لو اتش بي، كوارت مجمد، خلاص تيم فالكونز بكلين اخذ الافضليه حاليا. يا ساتر، اعتقد ان الفريز اللي نزل كان مره مؤثر، الكتوني ما استفادوا منه بشكل كبير. التي بي ممكن من عند يوبي كان يحاول ينقذ فيها، ولكن تاخر كوارتز بدخول التي بي، فهذا الشيء كلفهم الكثير، كلفهم الفايت. قاعد يحاول يرجع ولكن حده حده، ما انت براجع، ما انت براجع. الفايت رايح الفريق فالكونز، اخر فايت معنا. شوف دخله سريعه، لازم يتوقعونها تيم توست مايند. ممكن شوف دخله سريعه جدا ب لوسيو، دخلوا بالبي، دخلوا بالبي، رد عليهم بليس، رد عليهم بليس، البيت من الطرفين موجود. التيمت هامبل هو ممكن يعطي الافضليه، كوارتر يرجع للسبون، تويستد ماينز يوصلوا للبوينت، تويستد ماينز في السبون وفي البوينت في نفس الوقت، تاخذ الكاب بوينت. خلينا نشوف الالتيمت من تيفنت هل بيكون بالوقت المناسب. نزل هاي امبن ونزل تيفنت، الفاول ترى لمين؟ التي من الطرفين، لكن بروبر اعطى الافضليه حاليا تيم فالكونز. بعتقد ان الموضوع جدا صعب، حتى مع الوول يوبي مو قادر يستفيد. انا كوارت عنده كلمه، كوارت يمكن عنده كلمه، لكن على طول بروبر عاقبه جاب فيها بيك. بروبر نزل بالالت، بروبر بدمج جدا عالي، ممكن ينزل بالبيك الثاني، وفعلا بروبر جاب البيك الثاني، البيك الثالث من امبن. خلاص فريق فالكونز على ما اعتقد انهم حسموا الماب الاول، ماب ليجنك، ماب الكنترول سنتر، قدروا انهم يثبتون كفاءتهم يا برين وياخذون فيها. ما اعتقد في تاتش، ما اعتقد في تاتش، خلاص تيم فالكونز اخذ الجيم الاول ماب ليجنك باسم فالكونز. يا برين مباراة اسطورية، واو، مباراة كانت على افضل صوره. صح انه ممكن كان نتيجه 2-0، ولكن فريق تويستد مايند ما رمل منديل، شفنا قد ايش انهم حاولوا انهم يوقفونهم، شفنا الاداءات اللي شفناها، ولكن فريق فالكونز بالنهايه ينتصر 1-0. الباند شفنا انه ممكن كان فعلا محله من فريق فالكونز، ممكن يقدرون انهم يستفيدون منه. اكيد عندنا كلام كثير عن الجيم الاول والجيم الثاني، لسه المتعه مستمره معانا. الفايت كيري، شوف الفايت يمكن رايح، رايح الفريق، خلاص رايح الفريق تويستد بشكل كبير. شفنا البيك اللي نزل كان ممكن على فيدي ياثر بشكل كبير، نزل الرالي، نزل الرالي من عند شيو. هل الرالي هو افضل استخدام؟ استخدام غريب شويه، استخدم بدري شويه، استخدم بدري شويه، لكن ممكن يكون عنده فرصه. شوف الوول من عند يوبي، وول موجود حاليا من يوبي، يوبي وتشيو فعلا برا الفايت. ثلاث دقائق فقط عند تيم فالكونز، ترى الفايت صعب، البوينت دي صعبه يا صالح. ثلاث دقائق تمر بسرعه، تويستد لسه عندهم فرصه لانه عندهم مي الت حاليا، عندهم المي الت، ستوكر عنده مي الت، لكن تيفنت قاعد يجيب كلات ستاجر غريب من تيم فالكونز. تويستد مايند بيستغلون هذا الموضوع خصوصا بال بالميثك سكن هنا من كوارتز. الصوت حق طلق صراحه يضحك قديش ريجن، ما حرفيا كذا شكله غريب وتصميم غريب. بنشوف كيف كوارتز راح يبدع معنا باش، كوارتز معروف باش بروبر راح الويدو،
بروبر اتوقع اختيار الوجه. كوارتز لازم يحسب حساب هذا الشيء، كوارتز لازم يحسب حساب هذا الشيء. راح نشوف هوك شوت بعد 5 إلى 10 ثواني من بروبر، اتوقع راح نشوف هوك شوت. ودي نخلي الكام عليه ونشوف الهوك شوت يجيب فيها كل ولا لا، يجيب فيها كل ولا لا. كانت قريبه جدا، لكن التيمت يوبي هل هو بيكون الصد المنيع لتيم فالكونز ولا لا؟ ما كان الالتيمت الافضل، الرك موجود، ايضا البوب موجود، بوب خرافي جدا. كوارتز ضمن الفايت حاليا، التيمت من ستوكر هل بيكون الافضل؟ شوف الفايت كيف بيكون، استعمل فيها التيمت فيجيلانتي. صعب صعب الفايت يا صالح. يا ساتر يا فريق توسد، من 5 دقائق إلى 2 دقيقة فريق فالكونز موقف جدا صعب. ستاق على المي، ستاق يخلونه يعيش اكثر. شوف الصراحه شيء غريب، بالعاده نشوف الستاق يكون بيبي ديفا، يكون لاحد السبورتات اللي يكون دمجهم مو بعالي. لو تسوي ستاق المي صراحه جراء، بالذات انه سوى معك تريد راح تفقد الكنترول كامل. بنشوف ايش راح يصير. فريق توسد مايند حاليا ما عندهم الا الفلكس المس فلكس من عند ايفنت والويندو. لو اعطى فلكس ديف اتوقع راح يفوز تيم توسد مايند هذا المره. هذا الفلكس يعني هذا مهم، الفلكس مهم. تيفنت مهمتك صعبه، تيفنت مهمتك صعبه. هامبين عنده فلكس، السيناريو الامثل انه تيفنت يكنسل فلكس او هامبين يكنسل فلكس الثاني، لكن اتوقع انها صعبه. كل تيم محترم الثاني اكيد. الروك على تيفنت، تيفنت 1 اتش بي ستوكر برا، جاب الكل على بليس. فلكس حاليا موجود معنا من تيفنت، لكن كل بكل الفلكس حاليا من هامبين. خلاص اخذ الافضليه تيم فالكونز، تيفنت برا الفايت، تيم فالكونز الأفضلية كاملة. خلاص فريق فالكونز قدروا انهم ياخذون ماب سيركت لمصلحتهم بعد ما عانوا بالبوينت الثانية. جدي صراحة يا برين جيم ممتع، شفنا انه ممكن بداية فريق توسد مو احسن بداية، ولكن قاتلوا بالبوينت الثانية، قللوا الوقت ولكن ما هي بكافية. فريق فالكونز لعبوها بشكل بيرفكت، صراحة يستحقون الماب الثاني، يستحقون كيف انهم لعبوها بافضل صورة. حتى باندهم كان بمحله، فاعتقد ان فريق فالكونز مرعب يا برين، قاعد يطلع لنا وجه جديد بعد نظام البندات. أكيد, اكيد اكيد تيم فالكونز بشكل خرافي قاعد يظهر معنا. ونحب نذكر ونقول ترى تيم تويستد مايندز وتيم فالكونز عندهم مباراه ثانيه اليوم، خصوصا تيم فالكونز مباراتهم راح تكون بالستيج، وفريق تويستد مايندز راح تكون مباراتهم ضد ميكرز باك ستيج. لكن الاستوديو حاليا موجود معنا وريدي ننتقل له عشان نستعرض تفاصيل هذا الجيم الثاني. وفريق فالكونز مستمرين بالانتصار في الماب الثاني، ماب سيركت رويال من اختيار فريق توسد مايندز، لكن ما حدا كله فريق فالكونز هو اللي حسمها لنا. والله تراجعوا التيان استعملوها ترى تيم فالكونز، التيان استعملوها تيم فالكونز وقدروا يطلعوا منها توسد مايندز سليمين. بنشوف ايش دخل حاليا، شوف دخل حاليا بيجي بالكتوني جدا رهيب. ضغط على سمير، سمير ما عنده برايمل، صعب انه يجيب بوينت، واعطوهم البوينت بشكل واو. هذه افضليه فريق يا ساتر توسد مايندز. التيبيات يا رجل وش التبيات، شيء خرافي جدا. التمت من ستوكر، لكن كايت خرافي من تويستد مايندز. تويستد مايندز لهم افضليه يا صالح. تويستد مايندز متجهين لمهزوم الجيم، لكن للان ما حسمت الامور. اكيد يوبي ون اتش بي، يحتاج هيل وفعلا قاعد يتهيل. بنشوف اخر فايت والفايت القادم على الورق، الالتيات اقرب شويه لفريق تويستد مايندز. شوف دخل حاليا تويستد مايندز، ما خلوهم دخلوا فيها والله. ما بيقول ممكن يموت المي، بنشوف. ولكن على طول تعزيز من فريق فالكونز. تيفنت بالبوم ممكن راح يكون، ولكن فريق توسد مايند ذكي راح يحد من خطوره فالكونز لانه ما يقدرون يسوون فيها تاتش بوينت. 90% ماجد طلع من الفايت، فريق فالكونز طلعوا. شوف بليس حاليا طلعوا منها بدون هيت كانات التيمين. شوف حاليا الضغط كيف راح يكون، بليس الاقرب للبيت. شوف حاليا الضغط عالي جدا من الطرفين. تشيو قريب، النانو لتشيو للمره الكم، النانو لتشيو حاول يجيب فيها الالتيميت. الضغط من يوبي موجود، هل تشيو بيفرق معانا؟ تشيو الفارق معانا، تشيو بيحاول يجيب فيها الكل، لكن البيت من بليس موجود. الضغط عالي، الفايت رايح لمين؟ الجيم رايح لمين؟ كوارتز هو الحسم. تويستد مايندز لهم الافضليه حاليا لصالح. اعتقد خلاص راحت الفريق تويستد مايندز. كيف انهم قدروا يتعاملون مع النانو بريك بافضل صوره؟ مو كل مره تضبط، المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثة. أعتقد يا برين شفنا قد إيش إن فريق تويستد مايند قاعدين يقدمون أفضل أداء معنا. هل هي العودة؟ شوف هل هي العودة فعلا؟ شوف نبدأ جيم عندنا اليمين، مستحيل يا صالح. عرفت اللاعب ما يلعب بريك ويجي فيها مستحيل. ولكن ما هي بكافية، ما هي بكافية. مو كل مرة تستعمل الجرة يا تشيو. المرة الأولى ضبطت معك، المرة الثانية ضبطت معك، المرة الثالثة فريق تويستد قدروا أنهم يوقفونها ويأخذون الماب لمصلحتهم. 2-1 لمصلحة فريق فالكونز. هل هي العودة يا فريق تويستد؟ أم إن فالكونز عنده رد بالجيم الجاي؟ صراحة جيم أسطوري، استمتعت. 2-2 تتكلم، وآخر فايت صار يا ساتر. 2-2 طول معنا الجيم. وما أعرف، ما أعرف صراحة صالح، هل ماجد لعب زين؟ والله ما أعرف صراحة. خلينا للاستديو صالح، صالح الاستديو التحليلي. خلينا ننتقل للاستديو نشوف ويتكلمون عن تفاصيله بشكل أفضل.
ما نبغى نكب فيها يا فرينا وبنصح تورطت الحين عليها، لكن شفنا يوبي شلون انه مبسوط جالس يقول لا لا يا ماجد لا في ماجد مو بلا يقول له يقول اطلع برا يا ماجد اطلع برا يا ماجد جالس يهوشته من بعيد. وفعلا كومباك جدا جميل من فريق تيشن ماينز، رجعوا بقوه في ماب فلاش بويس او بنصح ماب المساجد. يصير الفلكس من عندهم من اللي عودنا انه يكون دائما بيرفكت بشكل الصحيح. اوه يا على طول جاب بيك الكل هيد شوت خرافي عليه بدقيقه ونص لسه موجوده معانا. نشوف فاكر بيستعملون التيات ولا لا، غالبا بيلعبون الفايت بدون التيات، يحاولون يجمعون بقيه التيات. فايت بين بروبر كوارت بروبر كوارت فايت، لكن للان ما حد قدر يجيل فيها. الثاني الروبوت يمشي وستوكر جاب فيها الكل على بريس وتيفنت اخذ الكاب بوينت وكلوز بون موجود عند تيم فالكونز. شوف ايش راح يصير بروبر بيك جدا اسطوري بروبر قاعد يا رجل يا ساتر يا بروبر مستحيل يا بروبر بهيد شوت على يوبي على فيجناليتي وبادي شوت على كوارتز ثلاثه كلات اعطت الافضليه لتيم فالكونز حاليا. كيف نقنع الناس ان هذا مو لاعب هيتسكان هذا حتى لاعب فليكس ترى اعتقد قاعد يقدم اداء. نزل فليكس على طول ما خلانا نكمل كلام لين نزل فليكس على، ولكن اللام من عند فيجي ممكن يعطل الفليكس وفعلا تراجع كامل من همبن. همبن البوم بوم جدا اسطوري همبن ودعنا. هل هي كافيه؟ ما لو صارت سيناريو من الخيال، لو صارت بتكون اول مره في حياتي اعلق على شيء زي كذا ما اعرف صراحه. انا اعتقد انها صعبه 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 هي هي صعبه اكيد انا فريق شوف التياد فريق فالكونز اصلا الموضوع يحط كلمه 100000 خلاص 100000 بيقفل لك الموضوع مع البوب بيفرق معنا بشكل كبير جدا. نحب نذكر ونقول انه تيم فالكونز وتويستد كلهم عندهم مباراه ثانيه اليوم راح يلعبون معنا مباراه بعد هذه المباراه باذن الله، فيحتاجون يوفرون المجهود. المباراه قاعد تستنزف منهم كثير. البوب الموجود حاليا تيمنت لو اتش بي تيمنت ون اتش بي، لكن الضغط العالي على هامبن موجود. تيمنت لو اتش بي تيمنت برا الفايت تقريبا تيمنت ما فعلا البوب ما حسب حسابه والله جابوها ما حسب حسابه يا ساتر يا تيم فالكونز. فالكونز خلاص جابوها فعلا. تيم فالكونز يحلقون عاليا في سماء المجموعه بي. تيم فالكونز متصدرين يا ساتر يا برين. جي جي اعتقد ان شفنا سيت مره ممتع 3-1 الفريق فالكونز. شفنا قد ايش انهم اثبتوا جدارتهم، اثبتوا انه فعلا الباندات ما راح تفرق معهم بشكل كبير. بانداتهم كانت بيرفكت، اختيارهم للمابات كل شيء ممكن تشوف انه استغلوه بافضل صوره. شوف الروح الرياضيه كل غلط سووه امس عدلوه اليوم فعلا عمير. شوف الروح الرياضيه بين اللاعبين كيف انهم محترمين بعض، كيف انهم عارفين انه قد ايش ان هذه المباراه كانت ممتعه استمتعنا فيها. اللاعبين اكيد استمتعوا فيها بدات انها جروب يا برين ما راح تاثر بشكل كبير، ممكن انه زي ما تقول تعطيك افضليه. فصراحه استمتعنا يعطيكم العافيه اللاعبين يعطيكم العافيه برين يعطيك العافيه الله يعافيك. اكيد لسه عندنا مباراه اليوم نعلق عليها انا وانت بلاك، فكل التوفيق لتيم فالكونز في مباراتهم القادمه من امام منتخب الصين وتويستد ماينز من امام فريق ميكرز. الاستوديو التحليلي بيعطيكم كل التفاصيل ونشوفكم بعدها باذن الله. شكرا لك برين وشكرا لك بلاك سورد، مباراة عظيمة فريق فالكونز. لعل ان البريك راح لصالحهم وبصراحة بنتيجة الان انتهت المباراة بنتيجة 3-1. فريق تويستد ماينز ما زال موقفهم في المجموعات مو مرة صعب، فاز المباراة عن هزمة واحدة فوز واحد اضافي يضمن لهم التأهل. فالكونز ضمن التأهل بشكل كامل الان، وعندهم برضه كل الفريقين عندهم مباراة اضافية لهذا اليوم. الان زي ما شفنا فريق فالكونز فوز واحد اضافي يضمن له انه يكون هو المتصدر المجموعه، وضمان صداره المجموعه يوديك على طول الى ربع النهائيات المرحله اللي بعدها، يصير المشوار لك اسهل واقرب للكاس والمراكز الاعلى. لكن صراحه فريق تويستد ماينز ما قصروا فيها وادائهم برضو كان جدا جدا ممتاز. لعله يمكن البريك ركبهم شوي، لكن مأملين فيهم كثير ان شاء الله يرجعون ان شاء الله في المرات الجايه.